السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد سعود، طالب جرافيك ديزاين في جامعة الدومينيكان شيكاغو. اليوم إن شاء الله راح نحضر لكم وجبة الرز البخاري مع دجاج على الفرن. نحتاج بصل شرايح، جزر مبشور، بهارات كركم، كمون، ملح، فلفل، عود فلفل أخضر، ملعقة معجون طماطم، ونحتاج زبيب، كوبين رز، وحبة دجاج منقوعة بخل مغسلة جيدا، بالإضافة إلى تتبيلة الدجاج معجون صلصة طماطم، معجون دبس فلفل، 3 فصوص ثوم، فلفل مجروش أحمر، زيت زيتون، وربع كوب زيت عشان نحمس البصل فيه. الآن أول شيء راح نسويه راح نحمي الزيت، وبعدين نحط شرائح البصل كاملة ونخليهم لما يذبلوا، وتقريبا البصل لما يصير على اللون الأحمر. طيب عبال ما البصل يذبل ويتحمر راح أحط تتبيلة الدجاج، طبعا بعد ما غسلنا الدجاج كويس ونقعناه في مويه وخل. الآن راح نضيف التتبيلة كاملة ونفركها على الدجاج. الآن تبلنا الدجاج بطريقة إن شاء الله أنها تكون كويسة، وحاولنا قدر المستطاع ندخل تتبيلة بين التجاويف اللي تحت، ونحطها على درجة حرارة 400 لمدة 40 دقيقة تقريبا. طيب دحين هنا البصل عندي تحمر، أحط نص كمية الجزر المبشور اللي عندي وخليها لما تذبل، وبعدين أحط البهارات اللي هي الكمون والكركم وملح حسب الرغبة وعود الفلفل الأخضر. معلش نسيت أقول لكم عود القرفة كمان نحتاج نحطه بعد ما يذبل الجزر. طبعا بعد ما حطينا البهارات على طول نحتاج نحط معجون ملعقة معجون الطماطم، وبعدين نحط 4 كاسات مويه ونخليها تغلي مع الكشنه لما تقريبا تتجانس مع بعض، بعدين نحط الرز. طيب دحين بعد ما الكشنه تسبكت نحط كميه الكوبين الرز اللي عندي، طبعا بعد ما غسلناها ونقعناها في مويه لمده ساعه. طيب دحين بعد ما بدا الرز يغلي عندي احط نص كمية الجزر المبشور المتبقية، وكمان احط 100 جرام تقريبا من الزبيب، تقريبا احطه على الجنب هنا، بعدين اغطي على الرز واوطي النار تقريبا للوسط الين ما يستوي باذن الله. طبعا بعد ما حطيت الجزر والزبيب راح اغطيها بقطعة قماش، او تقريبا تقدر تستخدمه قصدير، بعدين غطوها، توطوا النار تقريبا اقل من الوسط بشوية، وتخلوا الرز لما يستوي. وطبعا ما يخلى الرز البخاري من صوص اللبن، نحتاج الى تقريبا حبة خيار مبشور، وتقريبا رشة ملح، وربع كوب من الحليب، و3 ملاعق لبن زبادي، ونخلطها بهذه الطريقة. تقدروا تحطوا شيء إضافي للجزر المبشور مع الخيار وبالعافية. ونحتاج كمان نسوي صوص الحار، نحتاج طماطم حبة وفلفل أخضر حار وشوية من الكزبرة، نحتاج عليها ملعقة خل، ملح، رشة ملح، وعصرة نص ليمون، بعدين نفرمها بالفرامة. الآن بعد ما خلطنا اللبن والصوص الحار أنصحكم بس تحطوا ملعقة من الصوص الحار على اللبن وتخلطوها، وهذا الشكل النهائي بعد ما استوى الدجاج عندي والرز. طبعا كمية الجزر المبشور والزبيب اللي حطيتها على جنب احطها بعد ما يستوي الرز، اغرفها احطها على صحن، وبعدين بعد ما اغرف الرز على التبس الكبير ارشها عليه من فوق، وهذا الشكل النهائي. بالعافية.
انتهت تغطيتنا اليوم، وإن شاء الله الأكل نال على رضاكم وبالعافية عليكم. أشكر حساب سعوديين في أمريكا على إتاحة الفرصة لي، وأشكرهم على الجهود الجبارة المبذولة لخدمة الشباب والطلاب السعوديين في أمريكا. ومن منبر سعوديين في أمريكا، أي شخص يحتاج مساعدة في المجال الفني وتصميم الجرافيكي أتشرف خدمتكم، وأي شخص عنده استفسار وطبق اليوم أو بشكل عام في أي طبخة يبغى يعني سؤال فيها راح أحط سنابي. وشكرا لكم، شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم.